المدراء يا أخي ما بيقرروا الكمية، المالكين بيقرروا. بعرف إني مو الكبير هون، بس ما في شيء إذا سألتني. بعرف أكتر منه، صح؟ أنت ليش عم تحكي عليه بهي الطريقة؟ ساتش معه حق يا ابني، عنده خبرة بهالمناقصات هاي، وهو بيعرف أكتر مني بكتير. خد بنصيحته ماشي؟ شو هالتصرف اللي عملته؟ انت ما بتعرف كيف تحكي مع اللي اكبر منك؟ كمان جدي اكبر منك سيد بريم، حكيت معه باحترام شي؟ انا كمان اكبر منك، شايف قديشك محترم؟ لو هدا عمك وين مفكر حاله عايش؟ بالفندق؟ مو خجلان من حاله انه يعيش هون ويتطفل علينا؟ هلأ هذا بده يشرح لك عن المناقصات؟ شو صاير لك انت؟ بريم لا تتدخل بنوب، يكون بعلمك انه نحن مو بيعيننا الأملاك والمصاري. القصة وما فيها إنه عمي طلب نجي لهون مشان مصلحة هي العيلة، ولهذا السبب نحن أجينا، ولأنه أنا بحترمه لعمي كتير ما مديت إيدي عليك لهلأ. وإلا اللي بفكر يجيب سيرة أبي على لسانه أو يغلط بحقه رح ورجيه شي بحياة عمره ما شافه. لا تتجاوز حدودك أحسن لك، مالي ناطر إذن منك لأحكي. هذا قصري، أنا بحكي اللي بدي إياه وأنت بتسمع وبتضلك ساكت. أنا كنت عم بحكي مع أخي، عم تفهم؟ عم تحكي مع أخوك بس حديثك كان عن أبي. كلنا منعرف إنك ما بتحترم أبوك، بس أنا غير، أنا بحترم أبي. إذا مفكر إنك تتدخل بقصصنا العائلية رح خليك تندم. شو بتقدر تعمل؟ لكان ساتش شو عم تعملوا؟ بكفي خلاص بقى، بعيد عنه، رجعوا لورا انتو اتنين، خلاص بكفي بقى، بكفي